نبقى دائما في الجنوب، أين قام مجموعة من الشباب المتطوع بولاية بشار بمبادرة لتنظيف وتزيين عدة مدارس قصد غرس ثقافة النظافة في نفوس التلاميذ، حيث تم تنظيف حوالي ثماني مدارس من أصل 12 عبر مختلف أحياء الولاية. مهدي بوشتا. النظافة والتشجير اللي شعارها مواطن جزائري هذا في خدمة بلادي. احنا رحنا من في كيما نقولوا في 10 ايام اللي بدينا، عندنا 12 ابتدائية رحنا خادمين دروك 8 ابتدائيات اللي احنا خادمينهم عودنا لهم على حسب لي موايا اللي عندنا.